صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 2 لسنه 2023 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن المجلس الاعلى للبيئه وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء جافي الماده الاولى يكون وزير النفط والبيئه هو الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه بمجلسيها عن المجلس الاعلى للبيئه الماده الثانيه يلغى القرار رقم 12 لسنه 2013 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن المجلس الاعلى للبيئه